فالآن نسأل كما قلنا سابقا، عندما حكينا سابقا مع أولئك وعندما كان يحتج علينا بهذه الفتاوى والاستفتاءات، قلنا لهم اذكروا الكلام. الآن ما دام العدو بعيدا، ما دام المحتل بعيدا، تصدر هذه الفتاوى وهذه المواقف. لكن عندما يقترب وتكون الكفة له والنهاية تكون قريبة للنظام، سيكون المحتل وليا وحميما وصديقا وأنيسا ومخلصا. ومن التقى ببعض من كان معنا، من كان يعتقلنا في تلك الزنزانات، يمكن سمع من هذا الكلام وحصل ما حصل. والآن أيضا أقول لكم، وأنا ذكرت لكم سابقا، الأحداث تتسارع في المنطقة، الأمور تتسارع، الفتن تقترب، الخطر بدأ يداهم، الكفة بدأت تميل للجانب الآخر. فالآن سنسمع دعوات وصيحات الوحدة وأهل البلد والوطنية. كنا نكفر لأننا ندعي بالوطنية والوطني والمرجع الوطني والعراقي، فكلهم سيكونون من العراقيين، كلهم سيكونون من المرجعية العربية، كلهم سيكونون من الوطنية. وسأقول لكم أكثر من هذا، كما قلت لهم أنهم لأولئك السجانة والمعتقلين، قلت لهم أنتم أول من سيصب عليه سيف الفتوى ممن وقف مع الاحتلال، أيضا الآن ستسمعون. الآن نحن يحكى علينا بأننا ضد المذهب وضد إيران وضد الحكومة الإسلامية، لكني أيضا أخاطب الحكومة الإسلامية بأنه الفتاوى التي قطعت رأس صدام اقتربت بأنها ستسخر وتسيار لقطع رقاب من يتصدى، أو لمحاولة قطع رقاب من يتصدى في إيران. ستجدون بأن هذه الرموز وهذه الأشخاص وهؤلاء المنتفعين سيكونون هم المحررين، وهم من، نحن لم نحكي عن هذا الأمر، لكن هم سيكونون من وقف ضد المد الصفوي في العراق، هم من يقولون وقفنا ضد الاستعمار الإيراني، كما سابقا وقفوا مع صدام ضد الأمريكان، فوقفوا مع الأمريكان ضد الصدامين والبعثيين، والآن سيقفون مع الأمريكان ضد الإيرانيين. ومجريات الأمور والأحداث ستكشف لكم هذا الأمر.